نعود إلى الحديث مشاهدينا عن المساعدات التي قدمتها هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع مؤسسة الأعراق الدولية للإغاثة والتنمية، مساعدات إغاثية شملت سكان مناطق مختلفة من محافظة التمين في مدينة كركوك تحديدا. معنا هاتفيا من أربيل منسق الحملات الإغاثية دكتور ناصر الفهداوي، حياكم الله. دكتور ناصر، إذا قدمتم في مؤسسة الأعراق الدولية للإغاثة والتنمية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في العراق مساعدات شمل سكان مناطق مختلفة من كركوك، لو تحدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الحملة. حياكم الله، تفضل. حياكم الله سيد الكريم، يا مرحبا. صوتي مسموع؟ الآن واضح، تفضل. حقيقة يعني بعد الظروف المأساوية التي يمر بها الكثير من النازحين والمهجرين وكذلك عائلات المغيبين في ظل الظروف المأساوية التي يشهدها العراق بكافة فئاته الاجتماعية، تم الاتفاق على توسيع مجالات التعاون في سبيل تقديم أفضل الجهود الإغاثية وأقصاها كذلك. لذلك فقد تم توسيع الاتفاق والتعاون لتقديم الجهود الإغاثية وتقديم سلسلة من الحملات الإغاثية رمضانية بين منظمة أمم القرى للإغاثة الإنسانية والقسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، وبين كذلك فروع هيئة علماء المسلمين، وبين مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية. ولذلك فقد تمت تقديم سلسلة من الحملات الإغاثية في مخيمات النزوح، تقدمت سلسلة من الحملات في مخيمات حسن شام الثاني، وكذلك حملات أخرى في مخيمات بزيدز جنوب الفلوجة ومخيمات عملية الفلوجة، وكذلك جاءت حملة بين مؤسسة العراق الدولية وفرع هيئة علماء المسلمين في الحويجة، وكذلك فرع هيئة علماء المسلمين في بيجي بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، وكذلك سلسلة من الحملات في التعاون بين هذه الأطراف الأربعة التي عقدت العزم على تقديم جهود إغاثية استثنائية في شهر رمضان المبارك نتيجة للاحتياج الماس لعائلاتنا النازحة وكذلك المهجرين وكذلك عائلات المغيبين والمختطفين قسريا، حيث يعيشون أقصى الظروف في حياتهم. طيب ولذلك نعم. عفوا، هل هذه الحملة الأولى في هذه المناطق أم استهدفتم هذه المناطق من قبل بمساعدات إغاثية؟ هذه من ضمن سلسلة من الحملات، هذه الحملة التي جاءت في كركوك جاءت بالتعاون مع فرع هيئة علماء المسلمين في كركوك بالتعاون مع مؤسسة العراق الدولية، وهي ضمن الاتفاق الجماعي الذي تم بين هذه الأطراف الأربعة، مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية وفروع هيئة علماء المسلمين وقسم الإغاثة في هيئة علماء المسلمين ومنظمة أمم القرى للإغاثة الإنسانية. وكانت يعني قد سبقتها حملة إغاثية في الحويجة جاءت بالتنسيق بين فرع هيئة علماء المسلمين في الحويجة ومؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية. الحملة التي قدمت في كركوك شملت 100 أسرة من العائلات ذوي الدخل المحدود ومن الأرامل والأيتام، وكذلك العائلات التي تضرر أصحابها نتيجة ظروف حظر التجوال نتيجة لوباء كورونا. نعم، يعني إلى أي مدى إذن أثرت هذه الظروف الاقتصادية والصحية التي يعيشها العراق على أوضاع تلك الأسر، وخصوصا في هذا الشهر، في شهر رمضان، ومع هذه الإجراءات الصحية التي ذكرتموها؟ الذي لمسناه حقيقة يعني بعد التواصل مع أغلب فئات المجتمع من الأرامل، من الأيتام، من العائلات المغيبين والمختطفين قسريا، مع العائلات النازحة في المخيمات، عندنا يعني تواصل معهم في أغلب المخيمات، حقيقة هذه الظروف أثرت عليهم تأثيرا كبيرا، حتى على ذوي المهن اليومية الذين يعملون بالأجر اليومي. هؤلاء نتيجة للظروف التي يشهدها البلد ولارتفاع الإصابات، الارتفاعات قياسية بإصابات الوباء كورونا، ونتيجة للحظر المتكرر اليومي والأسبوعي والشهري، ولذلك حال بينهم وبين أن يحصلوا على قوت يومهم
لهم ولأطفالهم. ولذلك نحن نشعر بهذا الظرف الشديد الذي يشهده حقيقة العراق وغيره من الدول. ولذلك تم الاتفاق على زيادة تقديم الدعم الإغاثي، وتم عقد اتفاق ما بين هذه الأطراف الأربعة. ولذلك جاءت هذه الجهود، وما زلنا متواصلين في تقديم سلسلة من الحملات خلال شهر رمضان المبارك بإذن الله. من أربيل منسق الحملات الإغاثية دكتور ناصر الفداوي، شكرا جزيلا لكم.